طب بقول لك يا كابتن اعتقد طارق، خلينا بس اكلمك على جزئيه انتوا نادي الزمالك نسيها. سيسي يعني رجوعه ليه مش مطروح اصلا، اولا مع سيسي ما انه بيلعبش هو فروت لعيب كويس صريح. جدا يعني، هو مع نادي الاتحاد بس ما شاء الله يعني. بص يا كابتن فاروق، سيسي مش فروت 9 صريح، بس يقدر سيسي يلعبها يا كابتن. بس ممكن ما يبقاش مميز فيها، يعني ممكن ما يبقاش. انت عايز فروت يا كابتن فاروق. النادي الزمالك لما هيفكر يجيب فروت ما لازم هو يفكر بأمانة في، كابتن، خلينا نتفق على شيء، احنا عمالين ندور على الجزئية دي في مصر كلها في الوقت ده وحتى بره. ما انت لو هتجيب فيرود بالشكل ده غالي جدا، غالي، وقدرات الأندية المصرية ما تقدرش تجيب في الوقت ده يعني. حتى النادي الأهلي راح جاب والتر بواليا، والتر بواليا برضو مش فيرود بنفس يعني اعتقد ان والله هو زي سيسي يعني. في لعيبه فري ترانسفير في اسماء كبيره جدا اجنبيه، وفري ترانسفير الفتره دي ممكن نادي الزمالك يستغلهم، يعني في اسماء كويسه. يعني انا عندك مثلا لعيب زي عمر خربين، ده لعيب من احسن لعيبه في اسيا طبعا السنتين اللي فاتوا. كان هداف الدوري مكسر السعودي الدنيا مع وهداف نادي الهلال. اسيا، ايه؟ هداف الدوري السعودي وهداف اسيا، بس الله مشكلته ان هو ينور راتب عليك. عمر خربين عالي يا كابتن. ولعيب والسومه، ايه؟ لو بنتكلم على السومه وعمر خربين كلهم رواتبهم عاليه. هو دلوقتي فري ترانسفير، مش تدفع فلوس لناديك، فتقدر يا كابتن فاروق انت مش تدفع لنادي، هو فري اوريدي كده كده فري. المشكله بالنسبه لاخربين كان هيبقى المرتب بتاعه زائد اللي هيدفع للنادي بتاعه، انما هو دلوقتي فري. انت كده كده بعت مصطفى، وخربين على فكره يعني ممكن يجي برقم اقل من اللي في دماغ الناس، راتبه نفسه ممكن يجي يعني هو الوقت عايز يرجع، ويرجع اسم. خد بالك بالنسبه لعمر خربين اسم الزمالك اسم كبير جدا، فهيتمنى برضو ان هو يبقى موجود. وهو لعب في الدوري المصري فدي برضو مع حاجه ممكن بيراميدز برضو. النادي يفكر فيها الفتره. فهم فعلا عايزين، الناس عايزه تفكر بره الصندوق، وانا اعتقد ان اللجنه بتفكر بره الصندوق. ان شاء الله يفاجئونا بفيرود اسم كويس، طيب اسم محترم يليق ان هو يلعب في نادي الزمالك ان طيب شاء الله اخيرا باذن الله. كابتن، سؤالي بعد تألق امام عاشور امبارح، بتشوف فكرة تواجد ساسي مهمة في الوقت ده برضو في ظل التألق امام عاشور، ولا امام يعني الموضوع لازم يبقى هما الاثنين متواجدين؟ يعني بتشوف الوضع بالنسبة لساسي بعد تألق امام عاشور يا كابتن ايه؟ طب الفرقه اللي عايزه تاخد دوري وعايزه تاخد افريقيا لازم يبقى عندها لعيب واثنين وثلاثه في مركز، مراكز بتاعتها، زي ما عندنا كده ثلاثه باك ليفت، عندنا عبد الله جمعه، عندنا فتوح، عندنا عبد الشافي. ايه المانع ان انت يبقى عندك اثنين ثلاثه؟ لان انت اوريدي كده كده مركز سته ما عندكش فيه واحد. ممكن تستخدم امام مركز سته جنب ساسي، ممكن تستخدم امام جنب طارق حامد، ممكن تستخدم طارق حامد وساسي ويبقى امام واحد ثالث معاهم. لا ما اعتقدش ان وجود امام يخليك تستغنى عن لعيب زي ساسي. لعيب زي ساسي لعيب مهم ما جدا، هو انت مش وان هتستغنى شاء عنه الله كابتن غصب عن، يعني انت بتتكلم لا غصب ان شاء الله عنك يعني. المفاوضات تتم معاك يا فاروق وتخلص. يعني انا اتمنى ان المفاوضات معاك تخلص وتتم ان شاء الله على خير الفتره الجايه، وينتهي الموضوع ده ويتقفل. وانا اعتقد ان اللعيب مرتبط بالزمالك ومرتبط بجمهور الزمالك جدا، وعايز يقعد ان شاء الله باذن الله. المجلس واللجنه المؤقته ولجنه الكوره والكابتن اشرف وكابتن حليم يخلصوا الصفقه دي على خير ان ان شاء شاء الله، الله وتتم والموضوع يخلص ان ان شاء شاء الله الله باذن كل الله. التوفيق لنادي الزمالك. كابتن طارق، وبشكرك كابتن طارق سيد حبيبي يا نجم كابتن نادي فاروق، الزمالك السابق، طبعا كلام مهم من خلاله طبعا على وجود مصطفى ومين البديل، وايضا عن وجود امام عاشور بجانب ساسي ووسط الملعب. اكيد نادي الزمالك واداره نادي الزمالك بتحاول تفكر في الفتره القادمه.